في لقطة واحدة تتجسد كل معاني البراءة وخلاصة مفهوم الإنسانية. ربما بدأت القصة قبل سنوات قليلة عندما وجد هذا الصبي ذاك العصفور الصغير، فقرر تربيته ليكبر معا ولا يفترقا. ومع إطلاق الصواريخ التي تساقطت على رؤوس أهل غزة، ومع القصف المتواصل من قوات الاحتلال، ومع هروب الآلاف من وجه الموت، يجلس الطفل عزمي ذو 13 عاما في ملجأ بخان يونس بعد أن فر هو وعائلته وعصفوره الذي لا يفارق كتفه من ذاك القصف الجنوني الذي ترتكبه إسرائيل. القصف بفرش بين أي بين الإنسان والحيوان زيه زي أي إنسان الحيوان. معاناة عزمي الذي ترك حياته وراءه، ترك ملابسه، كتبه، ألعابه، أصدقائه، كل ما يملكه وكل ما يحبه، فلا يمكنه التواصل مع رفاقه ولا يعلم إن كان سيرى أيا من أشيائه ثانية أو سيعيش أيا من تفاصيل حياته من جديد أم لا. معاناة يعيشها مئات الأطفال على أرض غزة. الصراحة الوضع سيء، يعني حياة صارت صعبة، سيب التعليم وسيب أغراضي، أصحابي بعاش عنهم إيش يعني مستشفى دوم أحياء، يعني الحياة صارت صعبة، لا في كهرباء ولا في نت، لا بقدرش أتواصل مع أصحابي، سيب أغراضي سيب التعليم هيهم بالدار، طلعونا من بيتنا طلعت حافي بجري زي خايف كتير، الصواريخ طالعة أنا خايف صواريخ قوية كتير. في فلسطين يعيش عصفور الشمس منذ قرون لا يخرج من فضائها أبدا، وما فعله هذا الطفل بإنقاذ عصفوره هو أنه قرر التمسك بأي لمحة من لمحات حياته التي كان يعيشها والتي لا يعلم إن كان سيعود إليها يوما أم سيظل في هذا الشتات إلى الأبد.